كورونا مصطفى فتحي ومنتصر اسمه منتصر ايه لان انا ما كنتش عارف اسمه ولا اللي اداني الخبر عارف اسمه، اعتقد منتصر الرملاوي، كابتن مصطفى فتحي نجم الزمالك والكابتن منتصر الرملاوي احد الاداريين في جهاز الكره بنادي الزمالك. عرفت بخبر الاصابه او بخبر ايجابيه عينه مصطفى فتحي فجر هذا اليوم السبت، كتبت بشكل غامض على صفحتي على الفيسبوك وعلى تويتر، قلت ان لعيب مهاري من احدى محافظات وسط الدلتا، عشان افرق بينه وبين كابتن طارق حامد لان هما الاثنين من محافظه الدقهليه. والنهارده اتحاد الكره اعلن عن ايجابيه حالتي مصطفى فتحي ومنتصر الرملاوي الاداري بجهاز الكره في نادي الزمالك. الف مليون سلام عليهم، ربنا يشفيهم ويشفي مرضانا اجمعين مسلمين ومسيحيين، ويشفي كل الانسانيه من هذا الداء والوباء، وربنا يشفي الجميع بحق جاه سيدنا النبي وآل بيت الكرام. المساله بتاعت مصطفى فتحي عاوز اقف عندها شويه. بفرض سلبيه عينه محمد عواد، بفرض الناس اللي كانت بتشكك في عينه عواد، النهارده التحليل كورونا خلى الدنيا كلها تعرف ان مصطفى فتحي عنده كورونا، ومنتصر الرملاوي و19 حاله اخرى في الدوري الممتاز. طب ماذا لو لم تتم مثل هذه المساحات اللي حددها اتحاد الكوره لكل الانديه؟ اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا. والله انا طالع غصب عني وعشانكم. فاللهم صل على سيدنا النبي. ماذا لو مصطفى فتحي نجم كبير وإصابته هو والآخرين قدر، كلنا معرضين ليه، كلنا معرضين ليه، كلنا معرضين ليه. طيب ربنا ادى بقى فرصة لنجوم الكورة وأجهزة الكورة والموظفين حوالين الكورة إن هم يتم إجراء مساحات لهم، وأنا أتمنى إن اتحاد الكورة يعمل للإعلاميين كمان اللي يتابعوا المباريات مع الحكام مع الإداريين ومع المراقبين، وده شيء طيب من اتحاد الكرة انه يفكر هذا التفكير. وانا تواصلت في هذا الشأن مع بعض المسؤولين في اتحاد الكرة وقال له والله فكرة وندرس، قلت لهم يعني الاعلاميين اجراء مسحة ليهم للاطمئنان على سلامتهم، لان هم هيخلطوا اللاعبين وهيخلطوا الاداريين وهيخلطوا الناس اللي بتتكلم. فاللهم صل على سيدنا النبي. انا لما عرفت عينة مصطفى فتحي ما رضيتش اكتب بالاسم، ما رضيتش اكتب بالاسم، وعرفتها فجرا ومن ناس اقسم بالله العظيم اللي انا اللي قايل لي ولا له علاقه باتحاد الكوره ولا له علاقه بالزمالك، لكنه عرف المعلومه وانا اثق فيه، عرفها بشكل يقيني. ماشي، ما حبيتش ان انا اقول مصطفى فتحي ليه، حتى لا نسبب له ولمن حوله الفزع والذعر والرعب. لما الدكتور في نادي الزمالك يبلغها له افضل، لما ياخد ود معاه افضل، لكن لما انا اقوم كاتبها وهو يعرفها من خلالي ونعمل توتر في الفجر ده ما يرضيش ربنا. فلهذا السبب لم اذكر الاسم حرصا على عدم فزع ورعب وهلع كابتن مصطفى فتحي واسرته وعيلته وكل الناس اللي هي مخالطه له، لكن بإذن الله بإذن الله بإذن الله ربنا يشفيه ويعافيه، والزمالك هيجري المسحة التانية يوم الثلاثاء إن شاء الله، وبإذن الله ربنا يطمننا على الجميع. لكن كابتن محمد عواد سليم، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ينزل وينور الدنيا وينور الملعب هو وكل زملائه مع ظهور نتيجة المسحة الأولى، وقبل المسحة التانية عادي ينزلوا التدريب عادي وكل حاجة، هم كده كده بيتمرنوا في الجيم بقى لهم اسبوع دلوقتي ولا 8 ايام. طيب الجزئيه الثانيه اللي انا عاوز اتكلم فيها ان
الناس اللي جاي من بره هتجرى لها مساحات، ولن يتم عزلهم لمدة أسبوعين. كان الأول السيستم العزل لمدة أسبوعين. الله يخليك يا علي يا شحات، ربنا يحفظك انت ومصطفى لبيب ومارك عاطف ومحمد حسن، هما اللي بيفكرونا. اقول للناس لايك، لايكات للفيديو يا شباب، ربنا يكرمكم اكرامي سيد، ربنا يحفظكم. وعماد السيد من جد اهلا بك يا عماد، وهشام شعلان اهلا بك يا هشام، اهلا بيك اهلا بيك، واهلا بالاستاذ مصطفى علاء وولديه موسى وفراس من جد، اهلا بيكم، ربنا يحفظكم جميعا. الناس اللي جاي من بره زي كابتن فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي، محمد اوناك، ماذا سيتم معهم؟ سيتم معهم ان هم الاول في المطار يطمنوا على سلامته، ثم يتسلمهم طبيب الفرقه ويعمل لهم المسحه الاولى، ولا يخالطوا احد الا بعد المسحه الاولى، ولا يخالطوا احد الا بعد المسحه الاولى. الله يكرمك يا استاذ شمس علي، ولا يخالطوا احد الا بعد نتيجه المسحه الاولى، ويبقوا هم في عزل منزلي، يبقوا في بيتهم لحد نتيجه المسحه، تاخد 24 ساعه وساعات اقل من 24 ساعه زي انا كده يعني، المهم يعني بدون التفاصيل. طيب في بالنسبه لفرجاني ساسي، الطرق ميسره بفضل الله انه يرجع الى القاهره هذا الاسبوع، والمشرف على الكوره ادى تعليماته للاداري احمد زاهر بانه يشوف ايه الخطوط المناسبه بحيث يحجز له ويجي في اقرب وقت. المغرب، محمد أنجم وأشرف بن شرقي، لم يتم فتح خطوط الطيران حتى الآن، وبالتالي المسألة فيها صعوبة، المسألة فيها صعوبة، لكن وارد أنه يطلع على أسبانيا ومن أسبانيا على القاهرة، أسبانيا بالبحر بالمركب ما تاخدش يوم، هناك عند مضيق جبل طارق الناس اللي دارسة جغرافيا، وبالتالي المسألة سهلة بإذن الله. لكن في كل الأحوال كل اللاعبين اللي جايين من بره مش هيتم عزلهم اسبوعين زي ما كان بيحصل الاول في بدايه الازمه، لا، هيجي هيطمنوا عليه ان هو طبيعي، هيخرج من المطار هيتعمل له المسحه الاولى، هيتنوا في منزله، بعد الاطمئنان على سلامته ينزل التدريب عادي مع زمايله. ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان نطمن كل الانديه على ان اللي جاي من بره سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه معاه بحيث يبقى في اطمئنان على سلامته، وعلى ان هو ما فيش حد يتاثر باذن الله باذن الله باذن الله من المخالطين له من نجوم مصر في كل الفرق في كل الفرق في كل الفرق. طيب ده بالنسبه لنادي الزمالك وموضوع مصطفى فتحي وموضوع كابتن فرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم. اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم بيدوروا لهم على اي سكه للطيران، لكن فرجاني ساسي باذن الله يبقى هنا خلال ايام قليله من هذا الاسبوع. طيب لايكات يا شباب، لايكات عشان نثبت الفيديو بالله عليكم. استاذ محمد محسن بخير وبفضل الله، الحمد لله الحمد لله. لايكات يا شباب، انا معاكم اهو، نشوف اللايكات. معلش دي الطريقه اللي بنثبت بيها الفيديو وبيوصل بيها لاكبر عدد من الناس، ومحدش بقى يخش بعد الشر بقى يقعد يلعب فيه بهاكرز وكلام من ده. فاللايكات دي بتدي اشعار للناس في اليوتيوب ان يعني ان ده شيء ايجابي، فعشان كده بقول لكم لايكات. محمود ماهر السيد ربنا يحفظه، واسلام فريد، عشان اخش معاكم في الموضوع اللي جاي عشان نخلص الزمالك، عشان عندنا موضوعات مهمه، زمالك واهلي وصفقه مهمه وموضوع كهرباء، ايه اللي حصل وايه اللي جرى. طيب رئيس الزمالك وقع مع لعيبه وقال على انه وقع معاه، منها رجب بكار. قبل ما اخش في التفاصيل الاخرى، رجب بكار مع حمزه المسلوسي مع حازم امام، لما عرضوا رجب بكار على كارتيرون، قال رجب بكار وحزم واسمه ايه ده وحمزه المسلوسي تبقى اتعشت، قالوا احنا هنجدد لحازم امام، قال لهم انا اللي طلبت الجدد لحازم امام، عايزين الثلاثه ماشي، عايزين اتنين يبقى دول. وكانت مفاجأة للمسؤولين عن الكرة في نادي الزمالك أن الرجل يبقى بيرتبهم حمزة المسلوسي رجب بكار حازم إمام. قال لهم يعني لو رجب بكار معايا النهاردة أهلا وسهلا بيه، أهلا وسهلا بيه، عارفه وعارف مستوياته وعارف إمكانياته وقدراته، فترتيبه هنا
كان حمزة المستوسي، رجب بكر، حازم إمام بالنسبة للباك رايت في الأسماء التي عرضت عليه. طيب عاوز أتكلم في صفقة عليها خناقة بين الأهلي والزمالك، وهي كابتن عبدالله البكري قلب دفاع نادي بيراميدز. أنا قلت لكم قبل كده إن عبدالله البكري وقع، ورئيس نادي الزمالك قال إن الصفقات دي وقعت. تأكدت بما لا يدع مجال الشك أن عبدالله البكري وقع إقرار رغبة ولم يوقع عقد، رغم اجتماع 3 بي لمدة 5 ساعات. مين الثلاثة؟ أمير مرتضى، سيد مرعي وكيل اللاعبين، ميدو حزين وكيل اللاعبين. قعدوا معاه 5 ساعات يمين شمال يمين شمال عشان يوقع لنادي الزمالك. قال لهم لا، هوقع إقرار رغبة فقط، إقرار رغبة فقط، مش هوقع عقود. عبد الله البكري راجل صعيدي من بني سويف،